وأوقات الجميع. بداية تحية لكل مين عم بشوف هذا الفيديو، مشتركين بالقناة وغير مشتركين بالقناة، إن شاء الله جميعا تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة. تحية من هون من لبنان لأهلنا وأخواتنا وأصدقائنا وجيراننا بفلسطين المحتلة. الله يكون معكم والله يفرج عنكم، آمين يا رب العالمين. من مدة من نحو شي 6 أشهر أو 7 أشهر، ناسي من أيمتى يعني بالتحديد، رحنا صورنا مطعم بيعمل فول وحمص وفتة وهالأمور بمنطقة الجاموس بالضاحية. منطقة الجاموس هي بتجي عقاريا تابعة للحدث، ولكن هي ضمن الضاحية الجنوبية الكبرى. فصورنا عند مطعم فياض بالجاموس حد المعاينة، فاليوم رايحين لعنده. كبر هو شوي المحل، عمل صالة، زاد أصناف، عمل فلافل، مقالي، بطاطا حرة، قرنبيط، باذنجان، هالأمور. وعباس شاب أبضاي بمصلحته، مرتب وغير شكل. اليوم رايحين نصور عنده. اللي بعد ما اشترك بالقناة وحاب يشترك، يفعل زر الجرس ليوصلوا كل جديد، وما تنسونا من اللايك. ولا نحن وياكم لعند مطعم فياض بمنطقة الجاموس بالضاحية. طيب، وهيدا جينا هيك لعند مطعم فياض بمنطقة سان تيريز الجاموس. هيدا هون المطعم، هيك طلوع كأنه رايحين صوب المعاينة الميكانيكية. وهيك المطعم صار حد الشرطونة، المطعم الشهير بالضاحية. وهيك نزول كأنه نازلين صوب حي الأبيض. وهيدا هيك فتنا لعند المعلم عباس فياض على المحل بعد ما وسع وظبط ورتب غير شكل. وهيدا هون فتنا على المحل. عباس يعطيك العافية. حبيب قلبي، حبيبي الله يعافيك. كيفك حبيب القلب؟ حسون كيفك؟ تمام؟ تمام، طمنا عنك. والله الحمد لله. لكن المرة الماضية فتنا من هيدا الباب اللي هون. ايه اوكي، هالمرة فتنا من الصالة الجديدة، إن شاء الله ألف مبروك يا عباس. الله يبارك لي بعمرك يا حسون، وآية الرزق إن شاء الله. أنت من الناس المعلمين والأوادم واللي بتتعب على مصلحتك. هيدا من ذوقك يا حسون، فالله يوفق يا رب. الله يحفظك حبيبي، الله يحفظك. كيف هالشغل يا عباس؟ والله الحمد لله خيي حسن. هالفول والحمص بفضل رب العالمين. تمام، بفضل زبايننا الكرام منحنحين غير شكل. ايه، على ذوقك على ذوقك على ذوقك. يا اهلا وسهلا. وهاي الخضرة الفريش اللي غير شكل عباس، نعنع، روكا. نعنع، روكا. هاي الروكا جديدة؟ اكيدي اكيدي اكيدي. هيدا سرفيسنا على الطاولة لجوا. هاي البندورة الحمراء والبصل الأبيض، كبيس اللفت والزيتون والحار وكبيس الخيار. عباس، شو بفوت كمان على الشغل بالمحل؟ خيي بلشنا هلا بالإضافة للفول والحمص وهالاشياء عم نعمل فلافل، مقالي، بطاطا حرة. فلافل، مقالي، بطاطا حرة. مقالي باذنجان وقرنبيط. ايه، بطاطا باذنجان وقرنبيط 100%. وان شاء الله ماشي الحال. والله الحمد لله حسون، الحمد لله رب العالمين. الله يوفق يا رب. الحمد لله، الله يرزق الجميع ويرجع يرزقنا. امين يا رب. الحمد لله خيي. مشوا لنا شباب واحد حمص مع لحمه. هيدا المعلم عباس فياض، ملك التتبيل الجاهز. والله والله على راسي على راسي، كله مباشرة الشغل. هيدا أحلى صحن فول على ذوقك يا حسون. فول على الأصول يا عباس حبيب قلبي، يا حبيب القلب. هاي الحمص. هاي معلقة حمص على الوجه، وهذه معلقة حمص على الوجه، وهذه ضربة بابريكا. بابريكا مش حار. بابريكا الحار ما بنحط الا على الطلب. نعم. وهيدي ضربة زيت الزيتون. عباس مسبحة هاي؟ هيدي مسبحة يا أخينا الحسون. لك المرة الماضية لما صورنا المرة الماضية في واحد سأل قال ليش عم بتتبل بالقزاز؟ ليش عم تبل بالقزاز؟ بلكي انكسر. هيدي معلمة له معلميته القزاز، مش نعم. مين ما كان فيه تبل بالقزاز. عرفت؟ إلي 22 سنة من أنا وصغير يعني، وبلشت بالمصلحة وأنا بتبل بالقزاز، وبعده بنفس الجطاط معلم. هن زيتهم؟ هن زيتهم، هن زيتهم يا معلم. ايوم مثل ما بينك شايفهم. هاي طلبيه مسبحه يا حسون. نعم. كترنا هالزيتات يا عباس. لك على راسي، على راسي. تفضل يا باشا. إن شاء الله ألف صحة. فتة وفول وحمص وبيض ولحمة وكل شيء عنده. شيء بيفتح النفس. صحتين. حبيب قلبي، تفضل. إن شاء الله ألف صحة. عباس شو الفرق بين اللي بيتبل دغري واللي بيكون مجهز قبل بوقت؟ خيي أنا بفضل التتبيل دغري أفضل، في ناس خيي ما بيسوى لها الملح، في ناس بتحب حامض زيادة، في ناس بتقول لك توم قليل، فهيك حسب رغبة الزبون، عرفت كيف؟ نعم. كل شيء قدامه. بقول لك بدي حامض قليل دغري بتحط له حامض قليل، بقول لك بدي بلا توم بتعمل له اياه بلا توم، انا هيك بفضل. يعني هيدي هي قصة يا خيي افضل ممكن يطلع أفضل. زيادة ناقص 100%. خيي في زباين ما بيسوى لها الملح، في زباين ما بيسوى لها الحامض. نعم. عرفت كيف خيي؟ انا بفضل هيك، كل شيء قدام الزبون افضل. هاي شوية حمص على اللبناني. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. وهذا صحن فول على الأصول يا خي الحسون. أبدا، وإذا خلص الفول على الأصول أنا مش مسؤول. عيني عليك يا عباس. يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالشباب. وهذه ضربة الزيت الزيتون غير شكل. هاي أول طلبية يا شباب، هيدي تاني طلبية. هلا بخينا الحسن حبيبي يا عباس. وهيدا هون الصالة عند عباس. مثل ما قلنا احنا جينا صورنا المرة الماضية، كان في هيدا المحل هون، المحل الصغير، هيدا الباب ووسع وعمل هيدي الصالة المرتبة والحلوة والغير شكل كرمال العالم والزبونات والعوائل يعني. صباح الخير، ان شاء الله ألف صحة. شو خبرني كيف هالفولات؟ إلك زمان تاكل عند عباس؟ طبعا أيام بيو، أيام بيو. إن شاء الله ألف صحة. الأهل حلو الشباب ما شاء الله. صحتين يا عروس. هيدا صحن الفلافل صار جاهز. عباس بخبرك شغله، هيدا البريق المي انا وقفت صفنت فيه قليل ما حدا بحطه. هن بريق المي عباس قال له يعني احنا بالزمان بالزمان ببيوتنا بتذكر بريق المي الازاز وبالضيعه بريق المي الفخار، ما عادش في قليل، فانا صفنت فيه لبريق المي المسقع. هيدا له لسه الشرب فيها كيف هيك بريق مي مسقع، وعلى كل طاوله في بريق مي مسقع غير شكل. معك يا عباس حبيبي يا حسون، حبيبي عباس. له لزه يا اخي، منظره غير منظره، بشهيه بتشرب مي. ما انا واقف صافن فيه، هلا بدي اشرب منه دغري، بس وقف بدي اشرب منه، بدي اعلي هيك لفوق ودلدق على حالي مثل ايام زمان. سليمان بدك تعمل لي سندويشين مقالي على ذوقك وغير شكل. تكرم عينك، باشر. اهلا وسهلا. هيدا القرنبيط، بلشنا بالقرنبيط. القرنبيط اللي بشهي طازه فريش مقلي وغير شكل. البطاطا اللبنانية المشهورة أكيد الكل بيعرفها، اللي بتكون بالقلي ما في أطيب منها. نجي على الباذنجان، هذا الباذنجان البلدي مش الكبير، هذا البلدي الصغير. نعم، اللي ما بيغب زيت وما في بزر كثير يمكن معك. أكيد ما في بزر. نجي للخاس، هي خاس، خس مغسل اكيد معقم كله. هيدا بقدونس، في عالم بحب مع تبيس، في عالم ما بحب مع تبيس. نعم، حسب الرغبة يعني، نحن بنحط للزبون. هيدي الركة البلدية، هيدي هيدي بزرعوها بالضيعة مش من السوق، بردورة كمان البلدية الحمراء. حمراء اكيد. ملح حسب الرغبة كمان، كمان البلدي هيدا شغل الأرض. يعني الريحة ما بدها مين يوصفها غير شكل. وهيدا عندنا الطراطور الإكسترا. هيدي هون جهزت السندويشة عندنا، شوفوا ما شاء الله السندويشة صرت الإكسترا يعني، احملها بإيدك المصدر يبين. اهلا وسهلا.